ليه عزلت نفسها؟ ليه يعني ممكن السن طبعا وكده، لكن ليه هي قررت الاعتزال من بدري، يمكن من التسعينات؟ علشان والدي الله يرحمه جات له جلطة أو كده، فكانت لازم تقعد بيه يعني، ما تنزل يعني، مش تقدر تنزل تشتغل وهو قاعد على كرسي ومحدش هيخدمه يعني بالدرجة دي، وما بقاش ليها نفس أساسا يعني، زهدت الحياة. فجأة اه مع قعدت. مرض والدك، ولا كان في أسباب أخرى؟ لا لا، مفيش أسباب تانية خالص، هو عشانه وتوفى بقى، فقعدت في البيت خلاص. وكانت معزولة فعلا يعني، مش عايزة حتى ايه تنزل، لا قاعدة في الأوضة بتاعتها وخلاص، ومستنية بقى تقول يا رب بقى خلاص أنا هعمل ايه أكتر من كده في حياتي يعني، عملت اللي عملته ووصلت اللي أنا وصلت له والمجد، فهشتغل تاني ليه؟ وطبعا كانت تعبانة صحيا شوية يعني، نفسها وقلبها، بس مش يعني she's not suffering يعني، مش حاجة مش خطيرة بمعاناة. بالظبط. كانت بتحب ساعات تسمع أغنياتها، لو في فيلم تتفرج عليه، مثلا أي حد من أصدقائها في الوسط بيكلموها. بيكلموها طبعا، بيسألوا عليها، بس مش زي قبل كده يعني، هي كانت رافضة تتكلم قوي. كانت بتحب تسمع أغنياتها ساعات، ولا خلاص يعني، لما مثلا منير غنى لها هارت السقايين، لما نانسي غنت، كانت بتسمع الأصوات دي وتقول كنا بنسمعها لها يعني، بنسمعها لها بنسمعها لها ونوريها أفلامها لما تيجي في التلفزيون، و بدأت بقى في الآخر خالص اللي هو مش عايزة تفتح تلفزيون أصلا يعني، مش عايزة تتفرج والكلام ده خلاص، ومش مركزة not interest. ومش انترست بقى للجديد أساسا، تقولي ده مش أصوات أصلا.